الثوار يصدون محاولة قوات النظام التقدم إلى محيط دوار الليرامون بحلب ويردون العديد من عناصرها قتلى خلال الاشتباكات. الثوار يعلنون استهداف غرفتي عمليات لقوات النظام ولواء القدس المنضوي في صفوفه بصاروخين على جبهة حندرات شمالي حلب، ويؤكدون مقتل ضابط يعتقد أنه إيراني. تنظيم الدولة يستعيد السيطرة على قرى جارز، يحمول، الفيرزية، البل، الشيخ ريح في الريف الشمالي بعد اشتباكات مع الثوار. عودة مستشفى عزاز الأهلي للعمل بعد تعهد العديد من الفصائل بتأمين الحماية اللازمة للكوادر الطبية. قوة النظام تسيطر على بلدة دير العصافير وقرى محيطة بها في الغوطة الشرقية بريف دمشق. استشهاد 5 مدنيين بينهم أطفال وإصابة 10 آخرين في قصف جوي على مدينة الرستم بريف حمص الشمالية.